يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى أن الأرض بيضاوية وليست كروية، استدل بآية والأرض بعد ذلك دحا؟ بيضاوية؟ نعم. مش معنى بيضاوية؟ أنا ما سمعت الشيخ ولا قرأت لشيء في هذا، إنما هو رد على الذين يقولون إن الأرض تسير وأن الشمس ثابتة، رد عليهم، ردوده موجودة. نعم.